السلام عليكم. وصلنا لجزء القراءة اللي تقريبا حياخذ الوقت الأكبر في الاختبار، في حوالي تقريبا 4 قطع. في قطع تكون طويلة وفي قطع تكون قصيرة، يعني مو كلها بنفس الطول. في ناس تحب تعتمد على النماذج أو الاختبارات أو القطع اللي تكون مكررة. أنا لما اختبرت بحثت عن هذه القطع، لكن ولا قطعة من اللي قرأتها جت في الاختبار. فالمهم إنه نعرف التكنيك وناخذ فكرة عن طريقة الأسئلة وكيف حتتكتب، بدل ما إنه نقعد نحفظ. أنا ضد طريقة الحفظ، بل الفهم. الفهم هو الأفضل من الحفظ. أنا أفهم الطريقة، أحاول إني أتدرب قبل الاختبار بفترة، كما ذكرت سابقا في الفيديوهات السابقة، أنه قبل ما نقدم على الاختبار لازم نكون متدربين لمدة 2 أسبوع على الأقل. لازم من الأسئلة اللي غالبا تنقص الناس عليها درجات، اللي هي عن كلمة معينة في القطعة، دائما حطوا عليها underlined ومكتوبة بالبولد أو الخط العريض، علشان نسأل عنها what does the word current means. ممكن نكتب كمان في الفاينل paragraph. الميزة الحلوة فيهم إنه يختصر عليك الوقت بإنه يكتب لك فين المعلومة، فين حتبحث عن المعلومة. According to the paragraph 2, what does the IPE stands for؟ اللي هو السؤال عن هذا الاختصار. سؤال ممكن يكون عن القطعة عامة the Amazon rainforest. ممكن نقول what's happening for the Amazon rainforest. choose a title for the paragraph. فالاستراتيجية اللي حتخلينا نعدي الوقت بسرعة أو نستغله إنه نقرأ الأسئلة قبل نبدأ نقرأ الأسئلة، علشان بسرعة نبحث عنها، خاصة إنه مكتوبين according to the paragraph 2. المشكلة اللي هتصعب عليكم القطع أو قسم القراءة عموما في كل الاختبارات، سواء ستيب، توفل، آيلتس، أو حتى في اختبارات المدرسية للطلاب، إنه ما عندهم رصيد مفردات. لذلك لازم نستغل السوشيال ميديا ونستغل التكنولوجيا عموما في إننا نتدرب باستمرار على القراءة. في مواقع كثير ممكن نستفيد منها، مثلا البريتش كونسل. ممكن من وقت لآخر نفتح الـ reading section. طبعا كل المواقع يكون محدد فيها المستويات beginner, intermediate وما إلى ذلك، فاختاروا القطع اللي تناسبكم. في تويتر مثلا في حسابات زي National Geographic، ممكن نقرأ تغريداتها، تكون تغريدات علمية، لأنه ستيب لازم يذكر نص علمي، ونصوص مثلا عن أصناف معينة، تشوكلت ولا traditional food، وكمان ممكن يتكلموا عن حرفة معينة. يعني ممكن يكون نص عام وممكن يكون نص متخصص نوعا ما، or both. كل هذه الاحتمالات، فإن شاء الله راح تكون نماذج تدور حول هذه الاختيارات اللي يختاروها بستيب عموما. لكن كما ذكرت، تدرب على طريقة الأسئلة، try to use time، معرفة السؤال انتقلوا للي بعده، لأنه ممكن بعد ما تجيبوا على سؤال بعده حتتضح إجابة السؤال اللي صعب عليكم في البداية. try to manage time، اقرأوا الإجابات قبل الأسئلة، قبل البدء في الأسئلة.